put you away. I won't like it. But I'll tell you. If it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. بعدك حلوة يا خطة إيدي. شو هالشقة الحلوة يا جمانة؟ شو؟ هي كم أوضة نوم يا جمانة؟ تعرفت عنوان البيت ده منين؟ ما بدها سؤال، طول ما أنا طبال وأنت الزمار أكيد حنلتقى بشي فرح. أنت جاي عايز إيه؟ مش كفاية اللي عملته فيا؟ وأنا اللي ضميري معذبني وعتلين همك وأنت عايشة بالنعيم هيدا كله، أنت لازم تشكريني. أشكرك؟ بأمارة إيه؟ بأمارة الليلة اللي بيتها لي في الاسم؟ ولا بأمارة الرمية اللي رميتها لي هنا وأنا ما أعرفش أي حد؟ ولا أقول لك بأمارة الألفين دولار اللي خدتهم من دودي ورمتني هنا الرمية دي؟ هلا دودي قلبه شفوا عليكي ولمك من الشارع كل هيدا ونعم الرجال. لا، ما أنا شربتكم انتوا الاتنين. ولو أنت فاهم إن أنا أول ما أشوفك هخاف وأعيط تبقى فاهم غلط. لا، انت فايتك كتير قوي. يلا 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 يا من هنا. ما تمد ايدك، بحسب خطه خلقك بتسيبها على ايدك. انت جاي تمد ايدك عليا في بيتي؟ ده انا هوديك في 60 ده. يا شادي تعمل ايه؟ انا انت اتجننت؟ خد يا تعالى هنا تعمل ايه؟ ها؟ ازاي تيجي هنا؟ ما شفتش خلق ده على كده ده بره. مهنش عليا نام واسيبك زعلانه. يجي لي كابوس. متخلف. المشكله ان كل الناس فاهمين الحب غلط. فاهمين ان الحب عامل زي مسلسلات التركي، طويل وممل. عايز تعرف الحب؟ شوف اللي حصل لنا كلنا. انا اقدر اخلي اي حاجه احبها تحصل بدراعي الا حاجه واحده بس، أنا نضمن قلب بني آدم. حلو الحكي. هيدا من أول رواية كتبها حمزة؟ حمزة انه حببنا اتنيناتنا بالقرية. حببك انت؟ اه، اما انا فمالكش دعوة بيا. صدقيني حالنا واحد. على كل حال ما بدي اسألك شو اللي صار، بدي اعرف بس وين الرواية الكاملة. اكيد في واحد منكم بيعرف كل اسراره. انا كنت سره الوحيد وهيدفن معايا وما عنديش حاجة تانية أقولها. عرسك أنت ومجدي في الزفة، الناس تسقف لنا ويرموا علينا ورد أبيض. يا بنتي أنتي مش شايفة نفسك ازاي حلوة وزي القمر؟ انتي قمر عندك مراية؟ ما هو انتي لازم تبصي في المراية علشان ايه يا بت؟ انا عايز مراية وانا هسرقك. ايه ده؟ مالك قفشة في الشنطة كده ليه؟ اوعى. يا بنتي الكلب يا واطية. ايه ده؟ ايه ده يا كريم؟ ايه ده؟ مش رح تعرف ايه ده؟ حتى لو فسرت لك من يوم لبكره مش رح تعرف.
اللي وصلت له حبيبه اللي هو من ورايا انا. انت اي حد في الدنيا انضف منك، اوسخ مخاليق ربنا ما يفكروش يعملوا اللي انت كنت عاوزه تعمليه ده. عايز تعملي ايه؟ كنت عاوزه تموتي البيت يوم فرحها؟ دي اجلت فرحها عشانك يا وسخه. انت فكرتي كده ازاي؟ مخك كان فين؟ ايه؟ السواد غلب؟ تصور انك حقيرة كده تمشي دلوقتي حالا من الفرح ما اشوفش وشك، والا خليكي جثة. امشي امشي. حزيرة انا هروح، خلص وكلمني. ما بعرف ليه حملت معي سلاح، يمكن بدي اذيها، يمكن بدي اذي حالي معها. صراحه ما كنت عارفه شيء. هو انا يا حبيبه مثلا كنت عارف انها جايه؟ انا ما قلتلكش كده يا مجدي، بس انا فعلا اتضايقت انها جت. وبعدين هي قصدها ايه يعني؟ جايه تحرجني قدام الناس؟ طب ما دام انت عارفه اللي فيها وعارفه انها جايه تنرفزك، ما ينفعش تنرفزي وانت زي القمر كده. النهارده فرحنا على فكره. ها الشعر الاحمر عليك يجنن. ميرسي. بقول لك ايه؟ مالكيش نفس تتجوزي انت كمان؟ بصراحه ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. يا سلام. لا فكري كويس، لانك لو موافقه دلوقتي انا هعمل كده حالا. بجد يا مروان؟ يعني انت ممكن دلوقتي تطلع على الستيج وتقول لكل الناس انا عايزه اتجوز ليلى؟ لا طبعا، ايه جو الافلام ده؟ افلام؟ انت عارفه ان صوفيا ما بتتركيش، عشان كده بقول نعمل حركه العرفي دي دلوقتي لحد لما نظبط موضوع صافي. عرفي؟ ليه يا مروان؟ هو انا ما استاهلش ان يتعمل لي فرح وكل الناس تعرف؟ يا حبيبتي لا، ايه اللي بتقوليه ده؟ انت تستاهلي الدنيا كلها. انا لما قلت عرفي ما كنتش بقلل منك ولا حاجه، انا بس شايفه اسرع حل عشان يخلينا قريبين من بعض. واوعدك هعمل لك فرح احسن من ده. قلت ايه؟ مش عارف. كان حلو العرس يا حبيبة؟ ساعات بيبقى ليك أسئلة غبية ملهاش أي معنى، بتحب تنكش يعني. ما في أحلى من النكش لأنه بيوصل للحقيقة. يا خوفي لا تتعب. Yeah.
مجنون كنت هتقعي في الميه. تعالي هنا. خدي لا ماشي لا ماشي. عادي يا سيدي العقد العرف اللي كان نفسك فيه كده خلاص؟ يعني انت خلاص بقيتي مراتي؟ بقالي نص ساعة هنا مستني، عارفة ليه؟ عشان اما زوزو تيجي اغني واقول ايه. بوسيني بوسي بوسي يلا، بوسيني بوسي بوسي يلا وقولي ايه. انا بحبك يا دودي، انا بحبك يا دودي، عارفة ليه؟ انا بحبك يا زمانة، ده انا بحبك يا زمانة، وحياة ورحمة امي كهرمانة، ورحمة امي كهرمانة. وانتي ليه، وانتي ليه مش دريانة، وانتي ليه مش دريانة؟ قولي ايه. بوسة يلا بوس بوس بوسة، بوسة يلا بوس بوس بوسة يلا. بوسيني بوسي بوسي يلا، بوسيني بوسي بوسي يلا وقولي ايه. انا بحبك يا دودي، انا بحبك يا دودي، وحياتي وحيات امي وجدودي، وحيات امي وجدودي. وكمان ايه، وشفايفك وخدودي، وشفايفك وخدودك. وكمان ايه، بوسه يلا بوس بوس بوسه يلا يلا بوس بوس يلا يلا. بوسيني بوسي بوسي يلا، بوسيني بوسي بوسي يلا. طيب بوسيني بوسيني بوسي. طب وهنا هات حضني بقى. استني يا جوجو. ايه في ايه؟ امسكي، طالبة احتفال. احتفال؟ اه. غلطة عمري اني خدت القرار ده. لو كنت قدرت انسى سارة اكيد ما كنتش هبقى موجود هنا دلوقتي. ما عم بفهم عن شو كان عم يحكي. ما بعرف، يا ريت شوف لنا حدا يفهمنا انا وياك. بسيطة، انا بقرا لك وانت بتفهمي. ما هي الغاية؟ وماذا كانت الوسيلة؟ للإجابة لابد وان تعرف ان للشر سبعة ارواح وللخير روحا واحده.